بابا معتقل له تقريبا اكثر من 7 اشهر، من شهر 4 تقريبا اول 4، وكثير طولوا، فخلص قلنا ما بصير نضلنا ساكتين، لازم نيجي. يجب ان يبذل جهدا اكبر في متابعه الامور. احنا ابننا صار له 8 شهور موقوف، هو ابنه موقوفين، عليش اخذوه مش عارفين، فيشوه من الشركه، اخذوه من الشركه وحطوا اوقفوه، وابنه الثاني اخذوه من الشركه ووقفوه الثاني. بيشتغل مهندس في السعوديه من قيمه اكثر من 23 عام، وتم اعتقاله واخذوه من بيته، ولحد الان ما توجه له اي تهمه. واحنا جايين لنسمع، واحنا جايين لنسمع، واحنا جايين لنسمع، واحنا جايين لنسمع. حريه للمعتقلين، حريه للمعتقلين، علي من تاريخ 28/2/2019 لم نره، لم يتواصل معنا، تم التواصل فقط خلال مكالمتين أو ثلاثة فقط عن طريق التليفون، لم يسمح له بزيارة، لم يتم توجيه له تهمة. قمنا بتقديم استدعاء لوزارة الخارجية الأردنية، وكل الأجوبة كانت بأنه علي قيد التحقيق في قضية تمس أمن الدولة السعودية ولا يمكن الإفصاح عنها. حرية للمعتقلين، حرية للمعتقلين، في سجون السعودية، في سجون السعودية، في سجون السعودية، في سجون السعودية.